هاي لا مش عارف لا لا اشتغل معايا يا صاحبي على فكره كنا الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اساتذه الاعلام لو سمحتم، حضرتكم شرفتونا ونورتونا، وحضرتكم كنتوا بره، وانا قلت اعلام بلدنا والاعلام العربي لازم يشاركنا معانا للجلسه. من فضلكم اي حد هيعمل ازعاج يبقى ملوش مكان بينا. احنا بنتكلم في موضوع مصيري النهارده، مش موضوع اغاني هابطه ولا اغاني سوقيه. احنا بنتكلم باسم بلدنا النهارده. ممكن الهدوء؟ تمام يا اساتذه، توكلنا على الله. هو مين اللي حاضر معانا يا استاذ احمد؟ بعد اذنك محضر الجلسه. نسبه الحضور بس حضور مين اللي حاضر معانا يا جماعه؟ نتعرف باستاذ حسن شاكوش. فيلو. طب عرفنا، احنا قاعدين مع بعض. فيلو. بص، قبل اي حاجه لازم تعرفوا ان انتوا اولاد مصر واولادنا. انتوا اولادنا، مفيش الضغوط تاني على اي حد، بس هيبقى في احترام لبلدنا واحترام للناشئ اللي طالع. انتوا هنا في بيتكم للي هيكون معانا معتمد بامر الله. محدش يبقى جواه اي رهبه خالص. في النهايه احنا اولاد مصر وبنمثل مصر جوه مصر وبره مصر. لا ضغوط تاني على حد، ولا ممارسات ارهاب، ولا رشاوي، ولا من اليوم ده مفيش حد يدفع غير ايصال النقابه للناس اللي هنقر وهنجزها وهتعتمد لينا عندك كنقابه الاحترام والتقدير، وليكم مننا كل الحمايه لمن يتم اعتماده. ولا ضغط ولا رشوه ولا ابتزاز، ولا هسمح بالكلام ده تاني خالص. كل اللي انا سمعته من الاساتذه اللي قاعدين قبل كده، اللي اتقال لك كان بيتاخد مني فلوس، وكان بيتاخد مني الرسوم النسبيه وما اتعملش بيها ايصال، الكلام ده مش هيحصل تاني خالص. احنا قاعدين القعده دي يا جماعه لكل الزملاء الاعلاميين اللي موجودين، ولكل ولاد مصر اللي جايين يحترموا نقابتهم ويحترموا الكيان المفروض هو الكيان الشرعي ليهم. من هنا ورايح اي حد هيشتغل اي مهنه خاصه بالفن، خاصه بنقابه المهن الموسيقيه، هيخضع لكل العادات والتقاليد والقيم المجتمعيه بتاعتنا. اي خروج عن النص، اقسم بالله اقسم بالله ما هيشوف الغنى تاني. اي حد هيخرج عن اداب المهنه، اي حد هيحاول يضر باولادنا، اي حد هيضر بسمعه مصر، قسما بالله العظيم في فترتي على الاقل، قسما بالله ما هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني. احنا عاملين اقرارات، الاقرار ده ملخصه ان احنا ما عندناش كلمه مهرجانات تاني، وهتدوني وعد مش عايز اسمع اللفظ ده تاني من كل اللي قاعدين او اللي بيسمعوني بره او اللي هيتقدموا للاجازه من كل الشعبه اللي هي مسميه الكلمه اللي احنا مش عايزين نسمعها تاني في حياتنا. انا هيكون عندي تصنيفين للساده الزملاء اللي قاعدين، للساده المحترمين اللي بيمارسوا حقهم في هوايتهم اللي ربنا انعم عليهم بيها. عندنا شعبتين، هيكون مطرب جيد جدا بدرجه تساوي مطربين الفن الشعبي، هيبقى مطرب شعبي. النوع الثاني من الاغاني اللي هيتقدم برضو بمراعاه العادات والتقاليد والكلمه والاحترام لبلدنا والاحترام لاولاده والاحترام لنفسه قبل ما يحترم المجتمع، هنسميها شعبه اداء صوتي. شعبه اداء صوتي اللي هلاقيه كاتب على فيديو من فيديوهاته على الفيديو ليركس كلمه مهرجانات يعتبر نفسه مشطوب. اللفظ ده هنلغيه خالص من حياتنا، محدش يكتب لي مهرجان كذا. يا اساتذه موافقين؟ قبل ما اتكلم الاساتذه اللي حاضرين موافقين؟ الشعبه، انا هقف لكم اهو، الشعبه هنسميها شعبه اداء صوتي، وده حقك، ربنا انعم عليك بموهبه اديها وانا على راسي. وهنا كل حد هيقر الاقرارات دي وهيكون عضو عندنا، سواء مطرب شعبي من المطربين الجيدين اللي هي بتغني، يعني بتغني هيبقى مطرب زيه زي اي مطرب شعبي،
الناس اللي بتأدي ما يشبه الحاجات اللي احنا بنسميها اللفظ اللي انا مش عايزه هتبقى شعبة اداء صوتي. مفيش تاني كلمة اسمها مهرجان، ما عندناش اللفظ ده تاني في حياتنا، لا تايتل يتكتب ولا حد يجي يقول لي المنتج بتاعي اللي نزل الاسم. موافقين يا اساتذه؟ اللي موافق يرفع ايده. الاقرار هيبقى كالاتي: اقر واتعهد انا، ده للساده الزملاء اللي هنجزهم كشعبه اداء، اقر واتعهد انا الموقع عدنان شعبه اما غناء شعبي بتصريح سنوي او اداء صوتي بتصريح ربع سنوي. وهتقولوا لي ليه ربع سنوي؟ هنقول عشان احنا هنعمل زي اللي بنراقب بعض. معلش، زي ما انا هحاول اقف جنب ولاد بلدي، زي ما برضو هنراقب انا والسادة مجلس الادارة، هنراقب شكل الاداء ده. هل انت جاي تاخد الكارنيه وتمشي؟ لا، الكلام ده مش هيحصل. هنراقب بعض وهنمشي مع بعض. فشعبة الاداء الصوتي تحديدا هيبقى تجديدها ربع سنوي، كل ثلاث شهور تعالى. عند ما تعدي عليك سنة او اتنين احس ان زميلي احترم النقابة واحترم بلده واحترم وطنه واحترم الاطفال والنشأ الجديد، على عيني وراسي ياخد التصريحات السنوية. ويجدد شريطة الالتزام بما يلي: كل حد من الزملاء هيمضي على ده، سواء التصريح المطرب الشعبي من الناس اللي بتغني كويس جدا اللي انا عارفهم وسمعت منهم ناس وهنسمع الباقيين، وكل ما يشبه الاداء العادي اللي بلا اي الفاظ وبلا خدش للحياء. اتعهد والتزم بان يخضع المصنف الفني اللي هو كلمات الأغنية والتي أنتوي القيام بأداها إلى جهة الترقيب الرسمية بالدولة والممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة. اثنين، أتعهد وألتزم بعدم القيام بخدش الحياء بأية إيحاءات أو عبارات أو إيماءات تتعارض مع القيم والعادات والأخلاق المصرية بما يضمن الحفاظ على الذوق العام المصري بكل ما تحمله الكلمات من معاني. ثلاثة، أتعهد وألتزم بتطبيق أحد أهم بنود لائحة نقابة المهن الموسيقية والخاص بتشغيل أعضائها على أن يكون قوام الفرقة الموسيقية المصاحبة لأي فنان هيشتغل سواء شعبة أداء صوتي أو شعبة طرب شعبي 12 عضو عامل. لازم تشغل لي معاك 12 عضو عامل، وبقية فرقتك اعملها من المنتسبين براحتك، من الزملاء المنتسبين او حاملين التصريح. ثلاثة او اربعة، انا اسف، اتعهد في حالة السفر للخارج للقيام باية اعمال فنية بألا اخالف ايا مما اقررته سابقا. كل البنود السابقة كل الاقرار بتسري عليها برا مصر، ملتزما باستخراج محرر ممهور بخاتم النقابة العامة للمهن الموسيقية مفاده اثبات قيدي بسجلات النقابة العامة وبمثابة تصريح وموافقة بالعمل بالخارج. يعني اللي هيجي يسافر من حضراتكم هيجي يتقدم للنقابة، النقابة هتبقى بيته تاني، هتبقى بيته، هي بيت كل ابن مصري، هيجي ياخد تصريحه معزز مكرم. وللنقابة الحق في اتخاذ كل ما تراه مناسبا من إجراءات أو قرارات في حالة مخالفة أيا مما سبق، وتتدرج العقوبة كالآتي: هتبدأ بالغرامة المالية، ثم الإيقاف عن العمل، ثم إلغاء التصريح نهائيا. واللي هلغي تصريحه مش هيشوفها تاني، اللي هلغي تصريحه هيبقى معناه انه استهتر بكل قراراتنا واستهتر بقيم المجتمع الأخلاقية وراح للكلمة إياها وقال لنا الألفاظ اللي مش عايزين نسمعها وانتش واجري، مش الكلام ده يحصل تاني. واللي هيتلغي تصريحه أقسم بالله أقسم بالله ما هيغنيها طول ما أنا موجود. هنمضي في الاخر على اني شاهدا الله انت على ان تكون خالص اهدافنا جميعا، احنا وانتم خالص اهدافنا جميعا هو الحفاظ على هوية وريادة مصر الفنية وثوابت العادات والتقاليد المجتمعية الراسخة في بلدنا. الكلام ده يضر اي حد فيكم يا اساتذه؟ اتفضلوا تاني. وعايز اي حد من الناس اللي بتعرف تلقي، اتفضل اورتيجا، حد يقرا تاني؟ عندي بس قوم اتفضل اتفضل وقف.